الحلقة 11. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في فقه البيوع، واليوم نتكلم عن أسئلة حول بيع التقسيط. السؤال الأول: ما الرد على من يحرم البيع بالتقسيط؟ نرد عليه الرد الأول إن أنت خالفت عموم القرآن والسنة بغير دليل. قال الله تعالى: وأحل الله البيع، وما قالش إلا بيع التقسيط، ما قالش كده. وقال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وشوف وما حرمش بيع التقسيط. اثنين: خالفت النص بالإباحة. ايه النص بالإباحة؟ اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما نسيئا، اي هيسد الثمن بالتقسيط، ومعلوم ان مدام الطعام اتشرى بالتقسيط يبقى لازم ثمنه يزيد. وعن عائشة: توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي ب30 صاعا من شعير. وما وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهز جيشا، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل مسمى، يعني يشتري البعير بالبعيرين، بعير الصدقة اللي ما ينفعش ببعيرين ينفعوا، وبيدفع الفلوس بعد كده عشان عبال ما الفلوس تيجي. وخالفت الإجماع الذي نقله غير واحد منهم الخطابي والبغوي وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية. فاللي بيقول بحرمة بيع التقسيط خالف الكتاب وخالف السنة وخالف إجماع المسلمين. طب متى يحرم البيع بالتقسيط لعلة خارجة عنه؟ تحرم البيع بالتقسيط لو دخلت عليه 10 حاجات، لو ال10 حاجات توجدوا فيه ساعتها يكون محرم عشان واحدة من 10 دول. طب ايه ال10 حاجات اللي هم بيحرموا البيع بالتقسيط؟ اول حاجة: ان البائع يشترط غرامات تأخير تزيد من الزمن بحجة ان التعطل الفلوس بتعطل المال عن المكسب، ودي حجة الربويين، فدي اسمها ربا. طب ايه البديل الشرعي عشان الراجل يضمن ان الاقساط تجيله في وقته؟ اعمل شرط جزائي مرة واحدة لحديث المسلمون عند شروطه. ولو الراجل مماطل ولا يجد لا يجوز لك انك تعاقبه. طب لو واجد وعنده فلوس وبيماطل، يجوز انك تعمل له بقى البديل التاني، انك تعمل عليه غرامات تأخير ولكن ما تاخدهاش انت، لا ده انت هتطلعها صدقة. طب ما الدليل على جواز التعزير بالمال؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم عزر مانع الزكاة بالمال، فإن آخذوها وشطر مالي، وعذر السارق دون النصاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيغرمه جلادات وغرامة مثليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه عقوبته. طب ليه الدليل ان انا لا يجوز لي اخد غرامات التأخير دي؟ انا لو انت خدتها يبقى انت كلت كده ربا. طيب ايه الصورة التانية اللي تخلي بيع التقسيط حرام؟ لو الطرفين اتفقوا ان المشتري لو اتأخر في القسط يدخلوا على شريحة تانية، يعني الحاجة دي لو على سنة ب1000، لو على سنتين ب1500، لو اتأخر هيتحول ل1500، ده على طول كده ربا مباشرة. طب الحل ايه؟ ايه البديل الشرع؟ البديل ان لو عجز عن الدفع يرد السلعة ويرد له ما دفعه، ثم يتفقوا على بيع جديد، او يحط عليه شرط جزائي واحد، او يحط عليه غرامات تأخير والغرامات دي تكون صدقة لله. طب ليه ما ينفعش ياخدها؟ عشان لا يحل مال امرئ المسلم الا بطيب نفس منه. طيب الصورة الثالثة اللي تخلي بيع القسط حرام: ان يتفق الطرفين ان المشتري لو جاب الثمن بدري يلزم الطرف الاول انه يبيع له فوري، اللي هو بيع ضع وتعجل، يعني نزل لي وانا اديك الفلوس بدري، ضع يعني نزل من الفلوس وانا اديها لك بدري، وده حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع منها غائبا بناجز، ونهى الاجماع على حرمة بيع الدين بالدين، وده بيعتين في بيعة وزيها بالظبط، وتقاس على انظرني ازدك اللي هو ربا الجاهلية. والصورة الشرعية بقى والبديل الشرعي انك تدفع الفلوس اللي عليك بدون اشتراط، او تقول له: لو انا جبت لك فلوسك دلوقتي كاش تديني كم منها؟ يقول لك اديك كذا بدون اشتراط، بدون ما تشترط عليه. طب
إذا الصورة الرابعة، إذا اشترط البائع الاحتفاظ بالملكية للمبيع أو حظر البيع، ده شرط باطل والعقد صحيح، لأن أنت بعت، ليه تمنعه إن هو يبيع سلعته؟ الشرع قال له أنت بعت اشتريت. طيب التاني هيقول أصلا أنا أخاف إن أنا أديله حق البيع فيبيع السلعة والسلعة تتباع كذا مرة، يجي يعجز عن الإقساط، ألاقي نفسي في الآخر لا طولت الإقساط ولا طولت البيع ولا طولت السلعة. نقول له فيه بديل شرعي، اعمل له عقد بيع، وبعد ما تعمل له عقد البيع خلي العقد معك، واعمل له عقد تاني رهن الورق ملكية المبيع. هو بقى معاه عقد رهن، يبقى هو الراجل شاري بس الورق مش معاه. طول ما الورق مش معاه يبقى انت كده منعته ان هو يبيع، ولو عاوز يبيع هيجيب لك فلوسك، والرهن ده جائز لان النبي توفى ودرعه مرهون عند يهودي، وكده ما ناقضتش الشرع، ما ناقضتش الشرع. الشرع ما فيش حاجه اسمها والله انا هبيع لك وممنوع تبيع، والرهن جائز قلنا عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان درعه مرهون عند يهودي، وربنا بيقول ان كنتم على سفن ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه، والسفر ده ملوش مفهوم مخالفه لانه خرج مخرج الغالب، وانه قوبل بنص ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما نسيئا فاعطاه درعا له رهنا. طيب ما حكم الحاجه اللي انت رهنتها دي؟ ما حكم انتفاع المقرض بالرهن؟ ينفع الراجل يرتفع بيها؟ لو كانت بتتركب او بتتحلب يجوز، لاجل ان هو اللي بيصرف عليها وهي في ضمان. قال عن الحديث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يركب الرهن بنفقته، ويشرب لبن الضر اذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب ويركب النفقه. طيب الصورة الخامسة اللي بتخلي بيع التقسيط حرام، تحويل المشتري السداد على البنك، انك يبيع لك العربية ويقول لك سد على البنك، كده القسط ده حرام، لان التعامل مع البنك لا يجوز الا بشرطين. اول شرط ان البنك ما يحطش فوائد لو اتأخرت، وده مستحيل، البنك لازم يحط فوائد. تاني شرط الاستلام والضمان من البنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، ونهى ان تباع السلع حيث يحوزها التجار الى حيرهم لحالهم. طيب يبقى انا ما ينفعش يسلمني للبنك، لان البنك ده هيحط فوائد، والبنك ده لا يضمن السلعه، البنك ده بيغطي فلوس، بيشتري دين ويتولى هو اخذ الفلوس بتاعته. طيب ما شروط اذا كان الصورة الستة، اذا كان هدف المشتري بيع العينة؟ دي الصورة الستة اللي تخلي بيع القسط حرام. ايه هو بيع العينة؟ انك تشتري تلاجة تقسيط ب3600 جنيه، على انك تدفع 300 جنيه كل شهر لمدة سنة، وتوقع على الورق والكمبيالات، ثم تبيعها لنفس البائع ب3000 جنيه، فتكون استلفت منه 3000 جنيه وهتسدهم 3600 جنيه. طب ايه الدليل على حرمة العينة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا هذه، اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. وقال ابن عباس اتقوا هذه العينة، لا تبيع دراهم بدراهم بينهما حريرة. طب ليه البعض أفتى بالعينة وانتشرت العينة؟ استغل المرابين قول الأحناف والشافعية إن الأصل في العقود المباني لا المعاني، فالعينة عند الأحناف والشافعية لا تنعقد إلا بصيغة معينة، يقول له اشتريت التلاجة منك ب3600 وبعتها لك ب3000 واديني 3000 دلوقت، لازم الصيغه تبقى كده. لو اتفقوا بدون صيغه عندهم ده مش عينه. طبعا الكلام ده باطل، لان الراجح ان العبره بالمعاني لا المباني، والشرع ما اشترطش صيغه اصلا، وده بقى فرع عن الضوابط بتاعه الصيغه اللي احنا اصلا قلنا ان مفيش حاجه اسمها صيغه اساسا. وحديث لا تستحلوا محارم الله بادنى الحيل، وده مسلك اصحاب السبت الذين حذرنا الله منهم،
ونهى ابن عباس عن ذلك ونهى الصحابة عن ذلك. طيب الحاجة السابعة أن يقصد التورق. يعني إيه التورق؟ هيشتري التلاجة من هنا ويبيعها عند الواحد تاني، والتورق دوت ربا، فيحرم حرق البضاعة، أن أنا أشتري البضاعة وأحرقها، فالتورق ده ربا. وإحنا إن شاء الله هنتكلم في التورق ده بالتفصيل بكرة إن شاء الله. جزاكم الله خير.